السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي أول بالشكل دوت وجيت رسمت أول تانية لحد هنا، هو أوتوماتيك بيعمل جوين للاتنين مع بعض. طيب لو أنا مش عايز أعمل جوين، عايز أطوف بس كده، أجي هنا وأقول له ديس ألاو جوين، متخلهمش مرتبطين، هتلاقي الحتتين داخلين مع بعض. طيب يبقى أنا هاجي كده وأقول له خلي دي تقف في أول الحدود ديت لو أنا عايزها بالشكل دوت. طيب في اختيار برضه على أساس الشكل بتاعه يظهر بأنهي شكل، أجي هنا أقول له جوين تاني. طيب ممكن اجي هنا في الفيو نفسه من غير ما اعمل سلكت حاجه خالص، الاقي حاجه اسمها وول جوين ديسبلاي، يعني الحيطه هيبقى شكلها ازاي، هيلغي الشكل اللي بيظهر ان هما الاثنين متقاطعين او ان هما الاثنين مش واصلين ببعض ولا لا. وول جوين ديسبلاي شكل الوول جوين او الارتباط بينهم هيبان ولا لا. طيب هنا مش مديني اكتف ان انا اغيره لان انا موجود هنا فين في الفايل. طب لو رحت للكوارس هتلاقي ان هو بدأ يتفاعل معايا ومديني اختيارين، الاختيار الاول كلين اول وول جوين، اي وول جوين مش هيظهر معايا. الاختيار الثاني كلين سام تايب وول جوين، لو الحتتين مختلفين ابدأ اظهر الوول جوين ديت. تمام. طيب هنا الحته دي هما الاثنين نفس النوع. طيب خلينا نعمل حته ثانيه ونغير النوع شويه ونيجي نرسمها بالشكل دوت. تمام اهي، ده كل الحوايط فالرابط اللي هنا مش ظاهر معايا. طيب لو غيرته هنا تمام وقلت له لا خليها سام تايب، يعني لو هما الاثنين نفس التايب خلي الجوين يختفي، لو هما الاثنين مختلفين خلي الجوين يظهر، وعملت كده هتبدا الوول جوين دي تبدا تظهر معاك.